خان الشيلان من المعالم الأثرية والتراثية في مدينة النجف الأشرف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ويضم خان الشيلان معلمين حضاريين، أحدهما هو مكان المتحف الذي يحتوي على مقتنيات لتراث وتاريخ العراق ومدينة النجف الأشرف، والثاني يختص بتوثيق الأحداث المهمة التي جرت في هذا الموقع، فضلا عن الفن والطراز المعماري والبناء المميز. خان الشيلان هو من الخانات التراثية المهمة في محافظة النجف الأشرف، ولقد تم إعادة تأهيله كمتحف تراثي لثورة العشرين وتراث مدينة النجف الأشرف، ويتألف المبنى من طابقين وسرداب، وتقدر مساحته الكلية بحوالي 2000 متر مربع وارتفاعه 12 متر. يضم الخان مقتنيات تراثية متنوعة من الأسلحة والحلي والأواني المنزلية النحاسية، ويحتوي على قاعة خاصة بانوراما تجسد معركة ثورة العشرين، ولقد كان المبنى معسكرا لجيش الدولة العثمانية. وبعد قيام ثورة العشرين في 30 حزيران عام 1920، أصبح معتقلا للأسرى الإنجليز الذين وقعوا في قبضة الثوار، وبني وشيد خان الشيلان في أواخر حكم الدولة العثمانية عام 1899 لأجل استضافة الزوار القادمين إلى مدينة النجف الأشرف وزيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إلا أنه لم يؤدي الغرض الذي بني لأجله بسبب سيطرة الجيش البريطاني عليه، واتخذه مقرا لهم عام 1914. يتوسط خان الشيلان مدينة النجف القديمة ويتجاوز عمره 200 سنة، ويتألف الخان الذي بني على أرض مساحتها 1500 متر مربع من سرداب وطابقين علويين بغرف عديدة ومتداخلة تتقدمها أواوين مقوسة، بنيت بأسلوب معماري جميل، وعلى الجدران نقوش وزخارف إسلامية، أما السقوف فمبنية على شكل أقواس من الطابوق والآجر. الخان تم بناؤه سنة 1890 إلى 1895 ميلادية، وبناه معين آغا التاجر لإيواء زوار مدينة النجف الأشرف، لكنه لم يؤدي الغرض المطلوب، لأن الدولة العثمانية خلال حكمها في العراق هيمنت عليه وجعلت منه إدارة عثمانية لحكم مدينة النجف الأشرف. إن اتخاذ العثمانيين الخان مقرا لحكومتهم في النجف أدى إلى قيام ثورة للأهالي والعشائر فيما بعد، وهي ثورة شحيحة المصادر التاريخية، حيث لم توثق بشكل جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا لهذا اليوم من أهم القنوات الموجودة في العراق والمواقع التراثية والأثرية اللي تابعة إلى محافظة النجف الأشرف، اللي هو خان الشيلان اللي موجود على مقربة من مرقد الإمام علي عليه السلام.
تم بناء هذا الخان وهو الحاج معين اللي بنى هذا الخان بعد ما طلب من الإمام علي عليه السلام أن يشفي ابنه من المرض. بنى هذا الخان حتى مبيت وإيوان للزائرين اللي يجون إلى زيارة الإمام علي عليه السلام، وتم أيضا بناء السور اللي موجود دائر مدائر مدينة النجف حتى يحافظ على مقعد الإمام علي ويحافظ على مدينة النجف القديمة. الخان عبارة عن طابقين وسرداب أرضي. ارتفاع الخان هو 14 متر مربع. مساحة الخان هي 1500 متر مربع. يعتبر الخان بما فيه من مقتنيات وأسلحة وأعمال يدوية ونحاسية ومسبوكات من اللي تم إهداها من قبل العشائر وشيوخ العشائر والوجاه للخان حتى تعتبر من التراث الحضاري لبلاد وادي أراك. بعد ما تم بناء الخان هي في سنة 1895 إلى 1899 حوالي 5 سنوات تم بناء هذا الخان. بعد ما تم بناء الخان استولوا عليه الاحتلال العثماني بعد ما احتلوا مدينة النجف واعتبروا لهم ثكنة عسكرية ومعسكر لهم واستولوا عليه وتم إخراج اللي موجودين داخل هذا الخان. بعد ما قاموا الوجهاء من مدينة النجف بشن ثورة على الاحتلال العثماني وإخراجهم من خان الشيلان وتمركزوا خان الشيلان، بعد فترة من الزمن بعد دخول الاحتلال البريطاني إلى العراق ومدينة النجف تم إخراجهم من هذا الخان واستولوا عليه واعتبروا أيضا لهم ثكنة عسكرية ومقر لهم لجيشهم ومعداتهم العسكرية بهذا الخان. قاموا أهل النجف بشن ثورة على الاحتلال البريطاني، لكن هذه الثورة باءت بالفشل، وبعد فترة من الزمن تم محاصرة أهالي النجف لمدة 40 يوم من قبل الاحتلال البريطاني، وبعدها تم شن ثورة على الاحتلال البريطاني اللي موجودين داخل هذا الخان من خلال هذا البير اللي موجود هسه احنا يمه. الثوار سللوا من خلال هذا البير ودخلوا الى الخان وتم السيطرة على الجيش والجنود اللي موجودين داخل هذا الخان واخذوا الخان واعتبروا لهم مركز ومقر للثوار. من هذا الخان تم انشاء فتيل الشرارة الأولى لثورة 20 وثورة 1920 اللي عمت أرجاء العراق ضد الاحتلال البريطاني في ثورة الرارنجية وغير المناطق اللي موجودة بالعراق وبالسماوة أيضا، وتم أسر الجنود البريطانيين اللي هم 168 جندي بالإضافة إلى الضباط الاثنين اللي موجودين بهم و سجنهم بهذا المكان واتخذوا هذا المكان سجن لهم وسجنوهم بالغرف اللي موجودة ورسوماتهم وتواقيعهم وأسماءهم وعناوينهم موجودة بهذا الخان اللي موجودة بالغرفة الفوق اللي راح نصورها لكم ونتجول باقي الخان، بالإضافة إلى الأسلحة والسيوف والبنادق والمسدسات وبالأنواح القديمة اللي كانت تشتغل بالفتيل وبالأطلاقات والسيوف والمسكوكات اللي مصنوعة من الفضة ومقتنيات النسائية اللي موجودة هنا تم إهداها بهذا الخان اللي تم الحفاظ عليها بهذا المكان. طبعا هذا الخان تعرض إلى عدة ويلات وحروبات وانهار هذا الخان وتفلش الخان وتم إعادة بنائه وتهيئته مثل ما جاي يشوفونه هذا الشكل وهذا الرونق الجميل اللي هسه احنا موجودين بهاي الباحة مالته، بالإضافة إلى وجود التمثال اللي هسه هاي أمامكم اللي هو أحد الثوار اللي كان يقودون الثورة واللي ساعدوا على إخراج البريطانيين بالفالة والمقوار. هذا يمثل الرجل المقاتل ثورة العشرين اللي هو ما يملك غير الفالة والمضوار اللي من خلالهن تم أسر وقتل ودحر الاحتلال البريطاني وإخراج والاستيلاء على أسلحتهم وذخائرهم وتم أسر مجموعة من عندهم. إن اتخاذ العثمانيين الخان مقرا لحكومتهم في النجف الأشرف أدى إلى قيام ثورة للأهالي
والعشائر فيما بعد، وهي ثورة شحيحة المصادر التاريخية حيث لم توثق بشكل جيد، رغم أنها غيرت من الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة والفرات الأوسط عموما، حيث قام الثوار بطرد العثمانيين من هذا المكان الذي كان يسمى بالقشلة عند الأتراك باعتباره رمزا سياسيا وحكوميا لمن يستولي عليه. يضيف وقد أصبح الخان بعدها مقرا للحكومة المحلية النجفية، وأصبحت مدينة النجف الأشرف تحكم نفسها بنفسها لمدة عامين، وذلك من عام 1915 إلى عام 1917 ميلادية بقيادة زعماء المحلات الأربعة، وهن المشراق والعمارة والحويش والبراك. وتم في حينه تأليف مجلس الندوة. الطابق الأول أو الطابق الثاني اللي موجود بخان الشيلان، راح ننزل إلى الطابق الأرضي حتى نشوف شنو المقتنيات اللي موجودة داخل هذا خان الشيلان من الأسلحة والمواد اللي صنعوها النساء والشيوخ اللي أهدوها إلى الخان وبقوا محتفظين بها حوالي تقريبا صار لها 127 سنة وأكثر من هذا العدد اللي محتفظين بها. هذا المكان راح نتجول بالطابق الأرضي وأراويكم المقتنيات اللي موجودة، هي مختلف الأسلحة والسيوف وغيرها اللي موجودة بهذا المكان، بالإضافة إلى الباحة الخان اللي موجودة هنا راح أيضا نتجول بها. ونحتاج شوية وقف هذا يعتبرونه دفاع عن المقتنيين أو اللي يجون هنا حتى صعوبة الصعود لهذا المكان، واللي موجودين هنا حماية يحافظون أو يسيطرون عليهم بدون يدافعون عن الخان. بعد الاحتلال البريطاني لأغلب محافظات العراق، كان البريطانيون في بداية الأمر يتجنبون مدينة النجف الأشرف لما لها من ثقل ومركز ديني، ولكن رغم ذلك تم دخولهم إلى منطقة خان الشيلان واستولوا عليه واتخذوه مركزا للحكم، وعلى أثرها نشبت ثورة في عام 1918 ميلادية، ولكنها تعرضت للفشل وتم إعدام 11 زعيما من زعماء الثورة، وأصبحت حكومة النجف الأشرف تعاني من الفوضى والضعف، إضافة إلى قسوة الحكم البريطاني ضد الشعب، وقد استخدم الخان كسجن لكل من يقف ضد البريطانيين. ومن الذين سجنوا في هذا الخان هو الشاعر إبراهيم أبو شبع صاحب الإهزوجة المعروفة الما يزور الشيلان عمره خسارة، لأن خان الشيلان كما ذكرنا أصبح رمزا للمقاومة ضد الاحتلال، ويتم فيه تجمع الثوار للانطلاق ضد المحتل. ومن هذا المكان انطلقت الشرارة الأولى لثورة العشرين في النجف الأشرف، وشارك فيها كافة العشائر العراقية، وقد اتخذته مركزا للتجمع وفي أولى المعارك وهي معركة الرارنجية تم أسر 167 من الجنود البريطانيين بينهم ضابطين، وقد تم سجنهم في نفس المكان الذي كانوا يتخذونه سجنا للثوار وهو خان الشيلان. وقد وجدت آثار تدل على وجود السجناء من وثائق وأسماء ورسومات على جدران المكان، وبقي الأسرى في هذا المكان قرابة 4 أشهر، وتأسست في ذلك المكان جمعية رعاية الأسرى البريطانيين
بزعامة شيخ الشريعة الأصفهاني ومجموعة من شباب النجف الأشرف، ليصبح المكان في وقتها رمزا للإنسانية والمقاومة ومقرا لتشكيل جمعيات عراقية مهمة. ولقد تم جمع المقتنيات والآثار الموجودة في المتحف من عدة أماكن، بعضها من المتحف العراقي، وتم تحويلها من قسم التراث ومنها عن طريق تبرع الأهالي بقطع أثرية. وجسدت ثورة العشرين من خلال بانوراما رسمت على جدار قاعة المتحف بعد إعادة ترميمها بنفس الطراز السابق. وتتضمن هذه البانوراما انطلاق الثورة منذ عام 1918 ميلادية، والأحداث التي جرت من مقتل مامور المركز وإخراج شعلان أبو الجون من السجن والاستيلاء على القطار الذي كان محملا بالأسلحة والعتاد. ويحتوي الخان على قاعات عديدة استخدمت حاليا كمعرض لمتحف ثورة العشرين، منها قاعة المنسوجات التي تحتوي على الألبسة النجفية ومناطق الفرات الأوسط السابق والحالية، وقاعة أخرى تحتوي على أسلحة ثورة العشرين قدمت كهدايا للمتحف من عدد من الشيوخ والسادة، وقاعة للنحاسيات والأدوات المنزلية التي صنعت يدويا، والحلي النسائية والملابس والنقوش. وقد عاد الاهتمام بهذا الصرح التاريخي والحضاري وإعادة ترميمه بعد تعرضه إلى الإهمال والاندثار من عام 1930 ميلادية إلى عام 2010 ميلادية، مما أدى إلى تساقط البعض من أجزائه. كما تم جمع الوثائق والصور للأحداث المتعلقة بخان الشيلان عبر إرسال وفد إلى تركيا لجلبها من المكتبة السليمانية. حلقتنا هذا اليوم هي بخان الشيلان اللي موجود بمحافظة النجف. أتمنى عجبكم الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. من المكتبة السليمانية للمخطوطات ودار الأرشيف العثماني، فقد تم جمعها هناك عند انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.